السلام عليكم. محاضرة هذا الأسبوع إن شاء الله هي posterior triangles of the neck، وهي إن شاء الله المحاضرة الأخيرة. التعريف posterior triangle هو important anatomical area located at the lateral aspect of the neck behind the posterior border of the sternomastoid muscle. هاي الاريه اللي هي posterior triangle communicated with the axilla and the thorax. The axilla connected via the obot through the cervico-axillary canals. اللي من خلاله راح تدخل النيوروفاسكولار باندل من ال lower part of the posterior triangle to the axilla. اوكي، على مود تغذي الايد الابرنم، وكذلك communicated with the thorax behind the middle third of the clavicle. اوكي، middle third، ولهذا يسمون هاي lower part of the posterior triangle يسموه cervicothoracic region or root of the neck. هاي المنطقة اللي يكون just above the middle third of the clavicle is more root of the neck or lower part of the posterior triangle or cervicothoracic region. Okay. فالستركشرات قلنا قسم منهن يروحا الى الاكزيلا على مود يغذي شرايين الايد واوردة الايد، وقسم من الستركشرات ينزل للثراسك، فاما يدخل للاكزيلا او يدخل الى الثراسك. فاذا دخل الى الاكزيلا ذن يدخل، نشوف عن طريق شنو؟ عن طريق السيرفايكو اكزيلاري كانالز، وهاي السيرفايكو اكزيلاري كانال محصوره ما بين الريبس وما بين الاسكابيلا. اوكي، يدخل الستركشرات ارتريات وشرايين واورده واعصاب تدخل من النك الى الاكزيلا، وقسم من الستركشرات لا يدخلن الى الثراسك من هالصفحه هاي behind the middle third of the clavicle. هاي يسموها root of the neck. اوكي، فالبوستيريو ترينجل اذا هي منطقه مهمه، لانه قلنا بها هاي الستركشرات اللي ينتقلن الى الاكزيلا او الى الثراسك. واثنين تكون lateral to the lateral aspect of the neck behind the posterior border of the sternocleidomastoid، وتكون triangular in shape، البيس مالتها directly downward and the apex upward backward. زين، والبيس downward. اوكي، البيس مالتها downward. زين، هذا البيس مالتها downward، الابكس upward backward. زين، ناخذ بها الباوندريز والكونتين. الباوندريز الترينجلز بي انتيريور بوردر، بوستيريور بوردر، ابيكس، بيس، الروف والفلور. الانتيريور بوردر متمثل بالبوستيريور بوردر اوف ذا ستيرنوكليدوماستويد ماسل. البوستيريور بوردر مالتها هو متمثل بالانتيريور بوردر اوف ذا ترابيزيوس ماسل، احد عضلات الباب، ترابيزيوس ماسلز. الانتيريور بوردر، البوردر مالت الترابيزيوس يمثل لنا البوستيريور بوردر اوف ذا بوستيريور ترينجل. الابكس هو ناتج من التقاء الانتيريور والبوستيريور بوردر، الاسترنوكليدوماستويد اند ترابيزيوس ار انسيرتد تو ذا سوبيريور نيوكل لاين. زين، فهاي نقطه التقاء التو بوردرز at the superior nuchal line هي الابيكس. البيس متمثل بالميدل ثيرد اوف كلافيكل، هاي الميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل. اوكي، الروف مالتها سكين سوبرفيشال فيشيا والستركشرات الموجوده بيها والديب فيشيا. اي لاير بالديب فيشيا؟ احنا عرفنا الديب فيشيا اربعه اجزاء مو لاير واحده. الانفستنج لاير اوف ذا ديب فيشيا تمثل من ضمن الروف، من ضمن السقف مال الترينجل. السقف متكون من سكن والسوبرفيشال فيشيا والستركشرات الموجوده بها والانفستنج فيشيا. شنو موجود بال
سوبرفيشال فيشيا مثل ما اخذنا موجود بعضله يسموها احد عضلات الفيشيال اكسبريشن اسمها بلاتيزما ماسلز تتجهز بالسيرفايكال برانش اوف ذا فيشيال نيرف وكذلك موجود بالاكسترنال جاجولار فين قلنا الجاجولار سيستم ينقسم الى تو بارت سوبرفيشال بارت والديب بارت السوبرفيشال بارت ثلاث اورده اللي هو اكبرهن اكسترنال جاجولار وعندي بوستيرير اكسترنال جاجولار وعندي الانتيرير جاجولار فين هذا ان كلهن سوبرفيشال الديب اخذناه ويا الكاروتيد شيث هو انترنال جاجولار فين فاذا سالتك شنو الجاجولار سيستم قول لي ينقسم الى اثنين سوبرفيشال وديب الديب هو انترنال جاجولار فين السوبرفيشال ثلاثه اكسترنال جاجولار بوستيرير اكسترنال وانتيرير جاجولار فين اوكي بعد شنو موجود بالسوبرفيشال فيشيا موجود برانشز اوف سوبرفيشال برانش سوبرفيشال برانش اوف ذا سيرفايكال بلكسس وهاي اربعه اعصاب لسر اوكسيبيتال جريتر اوريكولار سوبيرير سوبروكلافيكولار وترانسفيرس سيرفايكال اوكي هسه نجي نحكيهم بالتفاصيل هسه اخذنا الانتيرير بوردر بوستيرير بوردر ابيكس البيس الروف الفلور شنو الفلور هي مجموعه عضلات فروم ابوف داون اربع عضلات سباينس كابيتاس الفيتر سكابيلي سكالينس ميدياس وسكالينس انتيرير وتكون مغطاه هذن العضلات الاربعه بالديب فيشيا اي لاير من ديب فيشيا بريفرتبرال فيشيا اذا نقطه مهمه دائما تجي بالمالتيبل تشويس كويشنز انه البوستيرير ترينجل الروف مالته investing fascia of deep investing layer of the deep fascia والفلور مالته هو prevertebral layer of the deep fascia يعني two fascia واحدة تسوي الروف وواحدة تسوي الفلور جو prevertebral fascia أكو عضلات من الأعلى للأسفل من هاي هسة هنا يشوفك النيرفات السوبرفيشال نيرف اللي موجودات بالسوبرفيشال فيشيا هذني يطلعن من السيرفايكال بلكسس ويخترقن الديب فيشيا الروف ويخترقن الفلور وبعدين يخترقن الروف ويخترقن الديب فيشيا يقومون يمشن بالديب فيشيا أربعة اللسر اوكسيبيتال هذا يروح إلى الاوكسيبيت زين من خلف الأوركل والجريتر أوريكيال يمشي قدام الإذن يجهز الانجل اوف ذا المندبل هاي المنطقه يجهزها السكن مال هاي المنطقه وترانسفيرس سيرفايكال هذا كروس استرنو كليدوماستويد ماسلز وبعدين يتقسم الى تو برانش واحد اسندنج برانش وديسندنج برانش يجهز السكن اوف ذا نيك بالميد لاين اوكي واخيرا مالتيبل نيرفز اللي يحمل نفس الاسم ترانسفيرس سيرفايكال مالتيبل ترانسفيرس سيرفايكال هذا يجهز اللور بارت اوف ذا سكن اوف ذا بوستيرير ترينجل واضح السكن اوف ذا انتيرير ترينجل يجهز كله ترانسفيرس سيرفايكال الجريتر اوريكولار يجهز السكن اوفر ذا الانجل اوف ذا المانديبل اللسر اوكسيبيتال يجهز السكن بالابر بارت اوف ذا The posterior triangle, the skin of the upper part of the posterior triangle, and up, below, and the skin of the scalp, below part, the lower part of the posterior aspect above the occipital bone. Okay. واضح هاي هاي النقطة اللي يخرج منها الأعصاب هذني السطحية الأربعة يسموها نيرف بوينت نيرف بوينت هاي النيرف بوينت تقريبا مكانها ما بين الابر اند ميدل ثيرد اوف ذا بوستيرير مارجن اوف ذا سترنوكليدوماستويد اوكي هي هاي منطقه خروج الاعصاب الاربعه هذني اضافه الى عصب موجود داخل الكونتين اوف ذا بوستيرير ترينجل اللي هو اكسسوري نيرف النيرف الكرينيال نيرف 11
هاي المنطقة مهمة. ليش؟ لأن نستخدمها بالسيرفايكال بلكسس نيرف بلوك، من نبطة تخدير إلى الشبكة العصبية العنقية. ليش؟ نسوي عمليات جراحية بالمنطقة، نقطة تخدير لهذه الشبكة العصبية، فيكون مكانها وين هذني؟ مكانها يكون at the junction of the upper and the middle third of the posterior margin of the sternocleidomastoid. Okay. منطقة emergence of the superficial vein of cervical plexus. Superficial nerve of cervical plexus. فالnerve point عرفناه إن شاء الله، مهم النerve point. زين. الفلور قلنا الفلور مكون من عضلات أربعة مغطاة بالبريفرتبرال لاير اوف الديب فيشيا، من الأعلى إلى الأسفل، سكالينس كابيتاس، سبلينس كابيتاس، والفيتر سكابيلي، وسكالينس ميدياس، وسكالينس أنتيرير. سكالينس أنتيرير هنا تكون لي جوا. زين، سكالينس ميدياس، هاي سكالينس أنتيرير، سكالينس ميدياس، والسكالينس والعفو الفيتر سكابيلي والسبلينس كابيتاس، هذني أربعة مصفطة يكون مغطاة بواسطة البريفرتبرال لاير اوف الديب فيشيا. اوكي زين. وفوقهن فوق الفيشيا اكو عضلة هاي ضمن الكونتين، مو ضمن الحدود، ضمن الكونتين، اسمها الانفيرير بيلي اوف ذا الاوموهايويد تمشي. زين، عرفنا هسه هاي العضلات. زين، هذا اللي هن العضلات. زين، السبلينس كابيتاس، الفيتر سكابيلي، هاي هي السكالينس ميدياس، وهاي السكالينس انتيرير، واكروست باي الانفيرير بيلي اوف ذا اوموهايويد. زين، عندي بعد سكالينس بوستيرير، يصير بيهايند السكالينس انتيرير والسكالينس بوستي ميدياس. زين، خلفيه لازم نشيل هنا هذني، يلا نشوف. والبراكيال بلكسس، الشبكه العصبيه الابطيه، عندي شبكتين انا عصبيه بالنك، شبكه العصبيه العنقيه والشبكه العصبيه الابطيه. الشبكه العصبيه الابطيه تطلع من بين التو سكالينس مسل، سكالينس ميدياس وسكالينس انتيرير. واضح ان شاء الله؟ هذني هن العضلات، فروم اباف داون السبلينس كابيتاس، الفيتر سكابيلي، والسكالينس ميدياس، وسكالينس انتيرير يكون لي جوا هاي سكالينس انتيرير. زين، سكالينس انتيرير، واضح؟ محتوياتها، محتويات التراينجل هو نيرفز، ارتري، فين، ومسل، ولنف نود. زين، المسل اخذناها، عرف شفناها، الانفيرير بيلي اوف ذا الاوموهايد، هاي الانفيرير بيلي اوف ذا الاوموهايد هاي. اوكي، الاعصاب قلنا اضافه الى السوبرفيشال برانشز اوف ذا سيرفايكال بلكسس، اكو براكيال بلكسس. زين، هاي البراكيال بلكسس، شبكة العصبية الأبطية، واضح؟ هاي بالنسبة للغير. النيرز عرفناهن، قلنا البراكيال بلكسس، ترانك مال البراكيال بلكسس وشفناهن، والبرانشز أو سيرفايكال بلكسس شفناهن، ونير آخر اسمه سباينال اكسسري نير. هذا سباينال اكسسري نير، هذا يمتد من جوة السترنوكليدو ماستويد ويمشي ضمن الكونتين مال الترينجل، بعدين يختفي بهايند ترابيزيوس مسل، يجهز العضلتين، يجهز الترابيزيوس مسل والسترنوكليدو ماستويد مسل. الارتريز اشوفهن بمكانين، اما اشوفهن بالبيس اوف ذا اباف البيس الكلافيكل، او اشوفها بالابكس. بالابكس اشوف الاوكسيبيتال ارتري اللي هو برانش اوف ذا الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي موجود بالماسكولار تراينجل. زين، واشوف ارتريات موجوده بالبيس اباف الميدل ثيرد اوف كلافيكل اللي هو ثيرد بار اوف سبكليفيان، اوف سبكليفيان ارتري، و برانشين سوبرا سكابولار وترانسفيرس سيرفايكال. هسه ان شاء الله اشوفكم صورتين.
الفينات الموجوده نفس الارتريات الموجوده بالبيس اللي هي سبكلافيان فين، سوبرا سكابيلر فين، وترانسفيرس سيرفايكال، اضافه الى الاكسترنال جوجلر فين اللي راح ينزل لنا من هنا اللي يكون انتيرير تو ذا سترنوكليدوماستويد، بعدين يدخل البيس اوف ذا بوستيريا ترينجل ويخترق الديب فيشيا، يدخل على مود يصب بالسبكلافيان فين، واشوف عضله اللي هي انفيرير بيلي اوف ذا الاوموهويد، واشوف لنف نود. لنف نود اكو تو جروب، اوكسيبيتال لنف نود اللي موجوده هنا بالابكس، والبوستيريور بارت اوف الديب سيرفايكال فيشيا تكون بيهايند الاسترنوكليدوماستويد ماسلز. ودائما سؤال يجي يكون اذا اجاني مريض وعنده ورم بالبوستيريور ترينجل، فذا موست كومون كوز اوف ذا سوالينج ان ذا البوستيريور ترينجل هو لنف نود انلارجمنت. لنف نود انلارجمنت يعني موجوده مالتيبل لنف نودز موجوده بيهايند البوستيريور بوردر اوف ذا الاسترنوكليدوماستويد، وموجوده ايضا بالابر بارت اوف ذا ترينجل ات ذا الابكس اوف ذا ترينجل. اوكي اللنف نود فيتقسم للتراينجل بواسطة الانفيرير بيلي اوف ذا الهوموويد الى تو سب ديفيجنز، ابر تراينجل ولور تراينجل. الابر تراينجل يكون كبير لارجر، واللور تراينجل يكون سمولر. الابر تراينجل هذا اللي يكون محصور ما بين الترابيزياس وستيرنوكليدوماستويد والانفيرير بيلي اوف ذا الهوموويد يسموه اوكسيبيتال تراينجل، واللور تراينجل هذا يكون سمولر محصور ما بين الانفيرير بيلي اوف ذا الهوموويد اللور بارت اوف ذا ستيرنوكليدوماستويد والميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل، هذا يسموه سبكلافيان تراينجل. وبعض الاحيان قلنا نسميه روت اوف ذا تراينجل لان روت اوف ذا نيك. الروت اوف ذا نيك هاي منطقه كلش مهمه لان بها ستراكشرات، هاي الستركتشرات قسم منها راح تدخل الى الثوراسيك ريجن وقسم منها تمشي within the triangle within the neck. اوكي فهذا هو التو تراينجل، هذا اوكسيبيتال تراينجل above الانفيرير بيلي اوف ذا الهوموهويد، والسبكلافيان تراينجل اللي هو below الانفيرير بيلي اوف ذا الهوموهويد او سميناه root of the neck. فهذا اذا شرحناها هذا root of the neck or subclavian triangle شلون نشرحها؟ نقص المعضله sternocleidomastoid هاي قاصيه ورافعيها، وقاصين هاي العضله اللي هي homohoid هاي الانفيرير بيلي اوف ذا homohoid تمشي، وبعدين تصير superior بيلي اوف ذا homohoid وتشلب بالهايويد بون، هم نقصها. فراح نشوف هاي المنطقه هي اللي سميناها root of the neck or subclavian triangle. شوفها كلش مهمة، ها بيها arteriات بيها vein بيها عضلة بيها أعصاب، فكلش منطقة مهمة هاي. فاحنا شلون نقدر نوصفها؟ نوصفها بمساعدة scalenus anterior muscle هاي. فهاي scalenus anterior muscles هي key of the root of the triangle root of the neck or subclavian triangle. فاللي يمشي قدامها هو الفين سبكلافيان فين، واللي يمشي خلف العضله هو سبكلافيان ارتري، هذا سبكلافيان ارتري جاي من هنا ويطلع هيك يصير كونتينيويشن مالته اكزيلري ارتري بي ال ايد. اوكي هاي النقطه الاولى. النقطه ويمشي على العضله فيرتيكالي داون، يمشي ثري ستراكشرز، هذا تو نير واحد فين. التو نيرف هذا اللي يكون مور لاترال هو الفرينك نيرف، هذا النيرف اللي يجهز الحجاب الحاجز الدايفرام زين، والنيرف الثاني هذا هو الفيغاس نيرف. الفيغاس نيرف واما الفين هو انترنال جوجلر فين، هنا انا قاصي على مود يشوف لك البرانشات اللي خلفه زين. خلف العضله شنو يمشي؟ خلف العضله يمشي السبكلافيان، هذا السبكلافيان سبكلافيان هذا يكون arched behind the sternocleidomastoid. فيقسموه first part هذا يكون medial to the العضلة، second part behind العضلة، third part يكون lateral to the scalenus anterior muscle. كل part يعطيني برانشات، واضح؟ هاي عرفناه.
بعد شنو عندي؟ بعد عندي الشبكة العصبية الأبطية، الترنكات مال الشبكة العصبية الأبطية تخرج ما بين السكالينس أنتيرير والسكالينس ميدياس. هاي سكالينس أنتيرير والسكالينس ميدياس، واضح إن شاء الله. هاي المنطقة، هاي المنطقة شنو سميتها؟ سميتها الروت أوف ذا نيك، اللي هي نفسها السبكليفيان ترينجل. زين، هاي يعني اللور بارت أوف ذا بوستيريور ترينجل. هاي المنطقة في سبيل أدرسها لازم اسوي دايسكشن للسترنوكليدوموستويد، هاي قصيناها ورفعناها، ونسوي دايسكشن للانفيريور بيلي اوف ذا الاوموهويد، هاي سويناها قصيناها فبينت هاي المنطقه. مفتاح المنطقه منو؟ سكالينس انتيرير. هاي سكالينس انتيرير، فراح نشوف اكو ستراكشرات تمشي فيرتيكالي داون اكروسينج الانتيرير سيرفيس اوف ذا سكالينس انتيرير. كم واحد؟ ثلاثه. واحد هو هذا، هذا هو اللي فيغاس والفرينك والانترنال جوجلر فين. اوكي، ويمشي قدامها كروز، قدامها الفين، هذا الفين ان فرونت اوف ذا السكالينس انتيرير، والسبكليفيان ارتري يكون خلفها. سبكليفيان ارتري يتقسم الى 3 برانشز ان ريليشن تو ذا السكالينس انتيرير. فيرست برانش هذا، سكند برانش يكون بيهايند، الثيرد برانش. The trunks of the brachial plexus emerge between scalenus anterior and scalenus medius. Okay? هسه نيجي بعد هاي، عرفنا هذا الجزء. الجزء الثاني هسه نيجي لبرانشات مال الفيرست بارت، هذني هم يمشن in relation with scalenus anterior. واضح هسه هاي المنطقة؟ فالمنطقة هاي سميناها root of the neck، اللي هي subclavian triangle، هي منطقة ما بين thoracic والneck، تكون above الميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل. زين، اور تكون عباره عن مدخل الى الثراسك ريجن، يعني سوبيريور ثراسك ابلاتس، الفتحه العلويه للثراسك كيج. زين، اللي من خلاله راح تدخل الستركتشرات والى تخرج وتدخل الى المنطقتين الهيد والثراسك. زين، the key of this area is scalenus anterior. Okay, the subclavian vein يكون anterior للسكالينس anterior. هاي السكالينس anterior يكون subclavian vein anterior. The subclavian artery يكون posterior to the scalenus anterior. واضح؟ شبيها هاي المنطقة، بيها عضلات وبيها وبيها شرايين وأوردة وبها أعصاب. كل هذه المحتويات الموجودة بالروت أوف ذا نيك هي لها ريليشن والسكالينس أنتيرير، لذلك السكالينس أنتيرير هي الكي مصل أوف ذا ريجن. زين، العضلات الموجودة، شوف هسه هاي السكالينس أنتيرير وهاي السكالينس ميدياس، وهنا البراكيال بلكسز، ترنك أوف براكيال بلكسز تخرج بين التو مصلز، وبيهايند ذا سكالينس انتيرير اكو السبكليفيان ارتري، والسبكليفيان فين يكون انتيرير تو ذا سكالينس انتيرير. اوكي، العضلات الموجوده بالمنطقه بالروت اوف ذا نيك هي عضلتين، هاي سكاي لونجس كوليز، هاي السكالينس لونجس كوليز، هاي لونجس كوليز. اثنين البوستي السكالينس بوستيرير وسكالينس انتيرير، سكالينس posterior، هاي سكالينس posterior. اوكي، العضلات الموجوده longus colis وسكالينس posterior، يكون البوستيرير تكون خلف الانتيرير والميديال. اوكي، فالعضلات الموجوده اذا سكالينس muscles ثلاثه واللونجس colis، longus colis. زين، هاي العضلات. الأوردة الموجودة بالمنطقة الموجود بالليفت سايد موجود الكومون كاروتيد، هذا الكومون كاروتيد والسبكليفيان، هذا السبكليفيان، بينما بالرايت سايد موجود براكيوسيفاليك ترانك ارتري واحد، وبعدين يتقسم الى تو ارتري، الكومون رايت كومون كاروتيد ورايت سبكليفيان. بالليفت سايد اكو بس تو برانش، رأساً تو برانش، كومون كاروتيد وسبكليفيان. السبكليفيان، هذا السبكليفيان، ها
هذا السبكليفيان وهذا هو الكومن كاراتي. هذا هو الكومن كاراتي اوكي. هذا هنا عندي البروكيوسيفاليك مال الرايت سايد. قلنا بالليفت سايد، بالليفت سايد عندي راسا كومن كاراتيد ليفت كومن كاراتيد والليفت سبكليفيان. بالليفت سايد عندي بروكيوسيفاليك يتقسم الى رايت كومن كاراتيد و رايت سبكليفيان. السبكليفيان قلنا نقسم الى 3 بارت ان ريليشن تو ذا سكالينس انتيريور. First part يكون medial to the scalenus anterior. Second part behind the scalenus anterior. Third part يكون to the left to the lateral side of the scalenus anterior. Then the first part gives three branches. Vertebral branch هذا the vertebral branch هذا يصعد إلى الأعلى ويدخل إلى transversus foramen of the cervical vertebrae. يدخل بال الفتحه موجوده بالترانسفيرس بروسيس اوف ذا سيرفايكال فيرتبري اوكي. هذا الفيرتبرال ارتري. اثنين يعطيني هذا برانش اسمه انترنال ثوراسيك ارتري، هذا ينزل يدخل الثوراسيك ريجي ما يبقى بالروت اوكي، ما يبقى بالروت اوف ذا نيك. ثلاثه يعطيني هذا البرانش اسمه ثايرو سيرفايكال ترانك اوكي، ثايرو سيرفايكال اوكي. هذا اللي برانشات الفيرست بارت. سكند بارت يعطيني برانش واحد اسمه كوستو سيرفايكال. الثيرد برانش يعطيني هم برانش واحد اسمه دوسو اسكابيلا اوكي. هذا اللي عرفنا الانترنال ثوراسيك عرفنا هذا ينزل البرانشات اوف ذا الفيرست بارت قلنا ثلاثه. انترنال ثوراسيك هذا ينزل للثوراسيك ريجن، والفيرتبرال ارتري هذا الفيرتبرال ارتري يدخل الى transverse process of the فتحة موجودة بالtransverse process of the cervical vertebrae okay. والثالث هذا الثالث اسمه شنو؟ thyrocervical. thyrocervical راح يعطيني أربع برانشات، يعطيني اثنين يمشن بالعرض across the anterior surface of the scalenus anterior اللي هو transverse cervical وsuproscapular okay and continuous upward vertically upward parallel to the medial border of the scalenus anterior اسمه inferior thyroid. هذا inferior thyroid قبل ما يcurved medially to the thyroid gland يعطيني branch اسمه ascending cervical. هذا ascending cervical واضح اني هاي البرانشات هاي هذا اللي شوفين هذا اللي هذا هو هذا thyrocervical trunk يعطيني transverse cervical هذا يمشي across the anterior border of the scalenus anterior. قلنا هاي scalenus anterior هسه هاي root of the neck وهاي المفتاح مالنا scalenus anterior. قدامها الفين اللي هو subclavian vein ووراها subclavian artery زين. والترنك of the brachial plexus يخرج ما بين العضلتين scalenus anterior وscalenus medius. خلصنا من هاي العضلة يمشي ثلاث structures vertically down اللي هو الفرينيك هذا الفرينيك وهذا الفيغاس والانترنال جوجلر زين. من نشيل الانترنال جوجلر نشوف شنو؟ نشوف جوا الفيرست بارت اوف ذا سبكليفيان ارتري يعطيني ثلاث برانشات، واحد ينزل لي جوا مدى اشوفه اسمه انترنال ثوراسيك، واثنين يصعد اللي فوق واحد اي هذا vertebral ارتري اللي هي عاتي. يمشي قلنا بالترانسفيرس فورامين اوف ذا ترانسفيرس بروسيس اوف ذا سيرفايكال فيرتبري اوكي. والثالث هذا اللي هو ثايرو سيرفايكال ترانك هذا ثايرو يصعد للاعلى يعطيني ثلاث برانشات، اثنين يمشن ترانسفيرس اكروس الانتيريور بوردر اوف سكالينس انتيريور اللي هو هذا ترانسفيرس سيرفايكال وسوبروسكابيلار زين. ويصعد للاعلى هذا انفيريور ثايرويد كيرفد من يوصل للثايرويد جلاند كيرفد ميديالي يدخل الثايرويد جلاند. قبل ما كيرف ميديالي يطلع برانش للاعلى اسمه اسندنج سيرفايكال. هذا اسندنج سيرفايكال واضح ان شاء الله. السكند برانش السكند بارت اوف ذا سبكليفيان ارتري اللي يكون بيهايند اللي يكون بيهايند السكالينس انتيرير هذا اللي اسمه كوستو سيرفايكال ترانك برانش واحد
يبقي يتفرع الى تو برانشز ديب سيرفايكال، هذا الديب سيرفايكال، و سوبيريور انتركوستال، سوبيريور انتركوستال ارتري. واضح؟ اي سكند برانش، ثيرد برانش مري، ثيرد بارت اوف سبكليفيان يصير خارج الروت اوف ذا نكفه، ما راح ندرسه بالاندكال. تجي هسه الفينوس درينج اوف ذا روت، قلنا الفينوس درينج هو عن طريق البراكيوسيفاليك ارتري، هذا البراكيوسيفاليك ارتري. البراكيوسيفاليك ارتري من ناتج؟ ناتج من اكو رايت براكيوسيفاليك ارتري هذا واكو ليفت براكيوسيفاليك ارتري. زين، البراكيوسيفاليك ناتج من اتحاد الفين سبكليفيان فين، هذا اللي يمشي قدام الاسكالينس انتيرير، والانترنال جوجلر فين اللي نازل لي من النك، نازل لي من الهيد وينزل فيرتيكالي داون اكروس اكروس الاسكالينس انتيرير مسل الى ان يصل الى البيس اوف ذا البوستيريور تراينجل، يخترق الديب فيشه ويدخل يدخل الى يتحد مع السبكليفيان ارتري ومكون الرايت براكيوسفل. اوكي، هذا براكيوسفليك رايت وليفت، هذا الليفت وهذا الرايت، كل واحد من عندهن يتكون من اتحاد سبكليفيان بين وانترنال جوجلر بين. سبكليفيان جين جا يكون انتيرير تو ذا الاسكالينس انتيرير، انترنال جوجلر هذا يكون امام السبكليفيان اسكالينس انتيرير across the scalinus anterior. زين، واضح. وشنو بعد القى؟ القى فين ثايرويد فينز، هذني هن الفينات الموجوده بالروت اوف ذا النيرف. اوكي، النيرفات اخذناهم، قلنا فرينك نيرف وفيجاس نيرف والترنك اوف ذا براكيال ريفلكسز، هذا قلنا هاي العضله الفرينك نيرف هذا موجود على اللاترال بوردر منا، والفيجاس نير موجود على الميديال بوردر مالتها، واثنيناتهم فيرتيكال اكروس الانتيرير سيرفيس. واضح. والترنك اوف براكيال بلكسس قلنا هذني يخرجن من ما بين ترانسفيرس، ما بين سكالينس انتيرير وسكالينس ميدياس. اوكي، وشكرا جزيلا. فهاي المنطقه كلها قبل ما نخلص، هاي المنطقه كلها قبل ما احنا حكيناهن طبقات، فهذني من نتيجة أنت تدرسهن المنطقة كلها هاي، كلهن متشابكات اللي عددناهن الستركشرات كلهن متشابكات مع بعضهن، ففي سبيل أدرسها لازم شنو؟ لازم أكسر الميدل ثيرد أوف كلافيكال، فتبين سكالينس أنتيرير هاي ويمشي عليها ترانسفيرسلي تو ستركشر، ثري ستركشر، اثنين أرتري واحد فين، الفين هو سبكليفيان فين والأرتري هو سوبرا سكابيلر فين و ترانسفيرس سيرفايكال. اوكي، ويمشي فيرتيكالي ثلاثه انتيرير وواحد بوستيرير. الانتيرير شنو انه الفرينك نيرف يكون لاترالي، هذا الفرينك نيرف والفيجا، هذا الفرينك نيرف والفيجاس ما مبين بالصوره هنا، الفيجاس والفيجاس ايضا والفين، هذا الفين اللي هو انترنال external jugular vein، external jugular الانترنال jugular vein عفوا internal jugular vein. واضح. ويمشي خلف العضله ما بينه ما بين scanus anterior scanus medius the trunks of the brachial plexus. اوكي، فانت بس تعرف تحدد العضله وين، تعرف البرانشات وين، من عرفت هاي العضله اذا يمشي فوقها transversely اثنين artery وواحد vein، ويمشي خلفها ترانسفيرسلي ارتري، هذا السبكليفيان ارتري والبرانشات ما او الترنكات مال براكيال بلكسس. اوكي، فيرتيكالي يمشي عليها، انتيريرلي يمشي عليها اثنين نيرف اللي هو فيجاس نيرف والفيجاس، وواحد فين اللي هو انترنال جوجلر فين، وديبلي يمشي فيرتيكالي ديب الها بس فيرتيكالي الونج ذا اللاترال بوردر، يمشي قلنا الثايرو سيرفايكال برانش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا سبكليفيان ارتري. وشكرا جزيلا.